اوكي الالوان ماش نغر حط عليها جل ها وش فيك تناظرني كذا افسخ النظاره صب تبعاقل يا صياد السمك كافط ملابس البطحه من بين ألف طقم والله انه غالي ب35 ريال انت وش اوفر سايز المخيس ذا قصت لكم واصله لين ركبتك يبي تستهبل لابس بنجابي انت ايه خلاص لا تشخصنها سلامات هد عليه تنكت انت وجهك حملت اللوكت لا خلصت بياناتي بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد وش تبي معليش يعني وش السولفون فيه وش السالفه إيه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج وبين وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي انت على المعنى بس شكل واي شيء يفوتك خذه من زملائك يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك هاي كيكرز ها شفت الله المستعان تحمد ربكم يا شباب ها تحمد ربكم هلا يا بيي ايوه يا واد من معي عيب عليك يا واد ما سجلت رقمي انا سامر انتبه لي انتبه لك عسى اي انتبه لعمري عشان انتبه لك من انت يا فقي هذا الاتصال جاي لي ده خويي سامر انتبه لي وش السالفه انت وياه ابدا انا وشوك وش متقطعين سماعه واحده وشو له خساير يو يا عيال توقع ان نوصل قبل 12 والله على حسب طلبات اللي قدامنا نقول ان شاء الله عامر خلينا نروح المقهى هذا فاضي ما عنده احد لا هذا ما نبيه ما في لاين وحركات وسوار اخس يا عامر وش هالتطور وش الحركات والله صرنا نعرف عفو عليك بس تبيني اسوي تشكلنا الحين يا ابوي انت جدد باقتك اول يا طفران يا ولد العم الفزعه بث لي نت أقول تواكلة ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب إذا ضيعت الطريق ما تلاحظين شيء كنا اللاين اليوم أطول الأسبوع الماضي إيه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي إيه ما شاء الله وأنت ما عندك إلا ذا الخطة اللاين أطول من الأسبوع الماضي يا أخي غيرها قل شيء ثاني خير في شيء لا الله يطول لي عمرك ويخليس إن شاء الله لا فاضي ما عنده شيء يمشي يفتح مواضيع باللاينات so what يا شيخ ما عليك منهم ذول متخلفين ايوه تقولي لي ما كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي يا اختي خير ان شاء الله ايش تبي جاي تسولف قطع يقطع هالاشكال سو وات وات مو مكلف شيء له